بسم الله بسم الله، يلا يا إمام. ليلو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ليلو أنا هدير يا مسلم. وليه هدير. لي ليفر سون آ سلمة وي سي سون نقط ليفر. فو الأولى. لا ليش؟ لير ولا فو؟ أنا عاملاها ليش؟ طيب بصي كده على القلم معايا. سلمى ده المالك، معناها ايه سلمى؟ معناها الضمير قال، وقال بياخد نون صاصي. كده الاجابه وضحت ولا لسه؟ يبقى ناخد مين؟ يبقى ناخد سي. يبقى سي. بس مش في. طيب طب الصوص صن لو كانت، لو كان الفاعل، لو قال لي سي ليفريسون اه سلمى ايه هند مثلا، هل الكتب دي تبع سلمى وهند؟ كنا هنقول ايه؟ كنا هنقول لير، لان هما الاثنين المالك. واضح؟ اوكي. رقم اثنين، برون نقط دوزيام ري اجوش. احنا عارفين سابقا ان كلمة، ان الاعداد ليست مذكر ولا مؤنث، فهنبص على الكلمة اللي بعدها اللي هي كلمة ري. كلمة ري اللي هو شارع، ده مفرد ايه؟ مهندس. مؤنث. ناخد معاه ايه؟ لا لا الأخيرة، يبقى برون لا دوزيام ري أدروات. رقم ثلاثة، جيمال نقط ايو دوبوي تروا جور. العيون او كلمة، جم قول جم يبقى اوزيو. يبقى جي مال اوزيو، عندي الم في العيون دوبوي تروا جور، منذ 3 ايام. رقم اربعه، ال نقط لو جودي باسي او فيلاج. خلي بالك من كلمه باسي، يعني الكلام ده ماضي. أخيرة. يبقى الاخيره ال زون باسي. طب ليه ما خدناش الاولانيه يا دكتوره؟ ليه ما خدناش ال سون باسي الاولانيه واستبعدناها؟ لأنه في أداة. اه، لان في اداه بعد النقط. تمام. نقط شوفال كور كريفيت. شوفال شو الحصان، تبقى سو شوفال مفرد مذكر. انثى الحصان كان اسمها ايه؟ حسن؟ لا مش جيمو. فاكرة. لا جيمو، جي يو ام او ان تي، لا جيمو. طيب الخمسه اللي بعدهم يا شباب، مين يقول؟ مش ممكن أقول حاجة الأول؟ إبراهيم. إبراهيم، يلا يا إبراهيم. رقم ستة، نقط بواسون بريف، يبقى كال الأولانية مفرد مؤنث، كال بواسون بريفيرتي. بور فواياجي أون فرانس، لكي نسافر جامي جو ني نقط لو باتو، هتبقى جامي. جامي اه، لأن الجملة هنا المفعول بتاعها موجود اللي هو لو باتو، وطالما المفعول موجود بنستبعد ريا و بيرسون. رقم 8، ماني اونيتي في فصل الصيف، امبوا بوكو نقط او، دو ابوستروف. بوكو دو ابوستروف، دايما بوكو بتاخد دو الثابته او دو ابوستروف في حاله الكميه. رقم 9، نقط فاتي الون ترين مو، اختار الرابع. يبقى كون فاتي، سؤال عن الوقت، كون فاتي الون ترين مو، متى تذهب الى التمرين. 10، الفو تورني نقط دوزيام فو، نفس السؤال رقم 2 بالضبط، قلنا كلمه دوزيام ليست مذكر ولا مؤنث، هنبص على بعدها كلمه فو، كلمه فو مفرد مذكر. عندنا احتمالين، الرابعة نشوف. يا اما لو يا اما او. ليه ناخد ما او؟ أقول اه، او هي الاختيار الصح. ليه خدنا او وما خدناش لو؟ عشان فعل تورني يعني عشان او يستدير، لتورني يلف او يستدير، بياخد حرف الجر اه ومشتقاته. نروح للخمسه اللي بعدهم، مين يقول يا شباب؟ ممكن أكمل ناخد مريم. ماشي يا مريم.
رقم 11 vous êtes chez votre oncle. قالت oui, nous sommes chez nous. لوي Chez lui. هل أنتم عند عمكم؟ نحن عنده. Nous sommes chez lui. Pourquoi tu n'aimes pas monter à cheval؟ ده كان تعبير على بعضه. أشوفل Monter à cheval الاختيار الأخير. اللي بعده لو كاراتيه نو مو دي نقط في فاصلة، يعني الجملة خلصت هنا. جو لو ديتست، ريان يبقى نو مو دي ريان، لا يعنيني. رقم 14 اير مي كوزين سون نقط افيك نو. صورتي الأخيرة الرابعة. جميل، هتبقى صورتي الرابعة. ايه السبب يا دكتورة؟ إن هي جامعة اه، عشان عندنا المساعد فيرب ات، فبالتالي هياخد مين؟ هياخد تبعية جمع المؤنث، يبقى مي كوزين سون سورتي الرابعة. لو براسيلي اي نقط ارجون، كلمة ارجون اللي هي الفضة، والفضة مادة خام، والمواد الخام يسبقها حرف الجر مين؟ أون حرف الجر ان، يبقى اون ارجون من الفضة. بارك الله فيك. خمسة اللي بعدهم مين يا شباب؟ أنا ماشي ناخد سمية الحداد. أنا ماشي أنا أحمد جاي ماشي يا سمية. لاتيني نقط فارماسيان اي بلانش، عايز يقول لي ان لبس او زي الدكتورة الصيدلانية بيكون بلانش. بلانش يعني ابيض. وفارماسيان دي مفرد ايه؟ مؤنث. ناخد مش نسي، أنا لسه داخلة حالا. احنا في رقم كام وكورس 11؟ احنا في رقم 16. هو ده كورس رقم كام يا مش؟ ده صفحة 147 الكور ال 12. طيب حد يكمل مكان سمية لغاية ما هتجهز. أكمل يا مسيو؟ مش هيمشي ماشي ناخد. عادي يا مسيو، أكمل عادي. ماشي يا احمد. دول يا مسيو الثاني. يبقى لاتيني دولا فارماسيان. تمام. اللي بعده لونترينير فا نو نقط او جيمناز. تندر التوندر، لان فا ده المساعد والمصدر بعده هيكون التوندر. لونترينير فا نو ذا التوندر او جيمناز. رقم 18 سي بول، كلمة بول جمع مؤنث، سون نقط النمروسي سون بلانش الاختيار الثالث. لو سوبر مارشي السوبر ماركت اي نقط جوغانكو لي بيسيري. سوبر مارشي السوبر ماركت لي بيسيري اللي بقى هنا. صورة طبعا الاجابه مش محتاجه تفكير، لان انا عايز مقارنه، والمقارنه هتكون مين؟ ليه؟ هتكون بلي. ليه؟ تمام، يبقى طالما احنا عندنا هنا كو وعندنا يا اول فيرب اتر، يبقى دي مقارنه من حيث الصفه، يبقى هتكون بلي جوغانكو ليه؟ لي بيسيري. رقم 20 مون فرير ايه جوي نقط جيتار. جوي يعني يعزف على الجيتار، كلمة مفرد مؤنث. دولا جيتار الاختيار الاخير. تمام، خمسة اللي بعدهم مين؟ مين يحل عشان كمل يا ميسيو. عايزين حد ميسيو أنا يا ميسيو ماشي يا رغد.
رغد جاهزة؟ صوت مش واضح عند رغد. هجر لا يا البيت. ماني، مش ممكن اكمل. في ايمان قلت السماعة فين؟ رقم 25 ايمان. محدش يفتح السماعة عشان اللي بيكمل. ضربة قلب. جوفي الله. بس اللي بيرجع ليه؟ ناخد ايه يا ايمان؟ كمون. تبقى دوما، يبقى اغدا، لان الجمله يبقى دوما متى جوفي الله اومي وزي. 22 نقط باتي بور فير دوس. هم 22 نقط فاتي بور فير دو سبور. ناخد ايه يا شباب؟ او فاتي اين نذهب؟ 23 الى مال نقط دون. كلمة دون الاسنان، والاسنان جمع. او افكر او افيك اكس، يبقى او دون. ميزامي سون تري نقط. ميزامي هنا جامع مذكر، جنت اليد الثانية. يبقى جونتي التاني. 25 نقط ايكيب اتيكسيلونت هنا بيان جويلو ماتش ديار. مون مونيكيب لانها مفرد مؤنث لكن مبدوء بحرف متحرك. اخر خمسة البيلي. يلا يا بيل. لا ناتاسيون نو نقط ايمون بوكو. البيلي ما بتردش. حد تاني يا شباب؟ أنا يا ماشي، أنا يا ماشي. ماشي كملي يعني. لا اورينتاسيون نو نقط ايمون بوكو. هتبقى اون تبقى نو ليمون بوكو الاختيار الثالث. مي بارون والدي نقط دو بارتير بور لا فرانس. الأولى. خلي بالك من الدو. دو يبقى صوت الثاني. الثانية فيان دو زمن الماضي الحديث، يبقى مي بارون فيان دو بارتير ماضي بور حديث. لا فرانس. 28 ايير نو زافون نقط لي نوفو فيتمون. قلنا لما نلاقي قبل النقط فيرب اتر او افوار يبقى اللي بعده هيكون مش مصرف ولا مصدر، أولى تبقى الاولانيه لان دي اللي هي الثانيه فيرب دير مصرفه مع الجو التي، لي مصرفه مع الجو التي، مي مصرفه مع الال والال، يبقى مي لو فيرب ماتش نوز افون مي لي نوفو فيتمون. جيم لو سبور جو ابوستروف في تولي جور، وده جاء في امتحان السنه الماضيه. جريك نو فعل فير كان بياخد ايه اصلا بعده؟ بون بياخد دو، واللي بياخد دو هنستبدله بمين؟ دو بون يبقى عشان فعل فير كان بياخد دو فبالتالي بون هنستبدله بأون. طيب نفترض ان كان فعل فير جوي، يعني لو كان هنا في النقط ده اهي فعل جوي. جوي كنا خدنا ايه مكان؟ لا ممكن نقول على حسب الآلة اللي بعده. يعني لو هي لعبة هيمارسها هيبقى هتاخد مرتقاة الآي، يبقى إجريك. أو لو هي بالظبط، مثلا الله ينور عليكي. يبقى لو كانت لعبة يبقى اللي قبلها هيكون اجريك. طب لو كانت موسيقى يبقى اللي قبلها هيكون اون. تمام. طيب اللي بعده يا دكتور. لو قال لك ليو توريستيك الأماكن السياحية، جيب نقط قال لي اونيفير. اجريك. تبقى هنا اجريك لأن فيرب قال لي ياخد حرف الجر او مشتقاته وهي حاجة غير دو فبالتالي هنستبدلها بالضمير الشخصي اجريك. تمام. نروح بقى للامتحان رقم 34.
من أول صفحة 150، سؤال رقم 13، المواقف. هناخد دكتورة سمية الحداد. يلا يا سمية. Vous demandez à votre ami quel fruit il aime. Qu'est-ce qu'il dit? تبقى بي هتبقى نيميرو بي، سي لا بوم. لكن لو كونكومبر الخيار، لا بوم دو تير البطاطس، لا كاروت الجزر، الثلاثة دول كانوا ينفعوا نقول عليهم ايه؟ فيجيتابل ليجيم، خضار. يبقى لو كان قال لي ليجيم الثلاثة دول أي حاجة فيهم تنفع، لكن هو قال لي فروي فهنقول لا بوم اللي هو التفاح. رقم 14 يا سمية. فو دي موندي أو أم فوندير لو بري. ما معنى لو بري؟ سعر السعر. دولا شيميز، سعر القميص. كاسكو فوديت، ماذا تقولي؟ نمرو أ هتبقى صافي كومبيان سيل فوبلي، يتكلف كام من فضلك؟ طيب رقم 2، اونكوا اي لا شيميز، ده كان بيسأل عن ايه كلمة اونكوا؟ عن المادة الخام. يبقى لو قال لي مكان كلمة لو بري دهيت، لو قال لي مكانها لا ماتيير المادة الخام، كنا خدنا اونكوا اي لا شيميز. طيب كومون اي سات شيميز، تسأل عن ايه؟ لا في، الرأي او لوبينيو. يبقى مكان كلمة لوبري لو قال لي لافي او لوبينيو، كنا خدنا كومون اي سات شيميز. وكاليلا كولير طبعا معروفة، السؤال عن اللون. رقم 15 يا دكتورة. فودي موندي افوتر امي سو كيل في او بولاي، بنسأله عما يفعل في البولاي اللي هي عشة الدواجن او الفراخ. كاسكيل دي سي نيميرو سي جوراماس دي فريز. ما معنى كلمة فريز يا سمية؟ الفراولة. يبقى مش هتنفع مع عشة الفراخ. فاكرة كلمة ديزو البيض؟ يبقى هي دي يبقى الكلمة. يبقى هقول جورا ماس ديزو، بنجمع أو بنلم الإيه؟ البيض. أوبولاي. رقم 16 يا دكتور. بعدين نسيو ماشي يا هبه. فوتيمي بوكو لي سبور اكستريم، بتحبي كثيرا لي سبور اكستريم الرياضات العنيفة. كاسكو فوديت، ماذا تقولي؟ هتبقى يبقى جسوي بور. تمام، انا مؤيد او مع، لكن كلمة كونتر اللي تحتها رقم سي يعني ضد او معارض. رياضة رقم 17، فودي موندي افوتر امي سوكيلاشيت اورايون دي بواسون، تسألي صديق ما عما يشتري من قسم البواسون المشروبات. كاسكيل دي، ماذا يقول؟ هتبقى دي يبقى نيميرو دي دو كوكا اي دولو. الاولانيه دي بوت يعني حذاء برقبه، دي بات مكرونه، ام باجيت اللي هو العيش الفرنساوي او الفينو. نيميرو دي زويت رقم 18. افو فولي براندر لوترا، تريد ان تركب القطار. كاسكو فودي شوفير، ماذا تقول؟ شوفير السائق، نقول للسائق ايه؟ هتبقى ان مريد دي نيميرو دي الا جار سيلفوبلي، الى المحطه من فضلك، لان ده اسلوب طلب. لكن رقم بي مش هتنفع، لان بيقول لي الا جار اليا دي ترا، في المحطه يوجد قطارات، ودي مش تبع. شكرا جزيلا. السؤال بتاع القواعد، تمام ميرنا الخطيب. ماشي يا مريم. ماشي هتبقى أميرة جو نقط بيانو. احنا قلنا البيانو ده آلة إيه؟ موسيقية. فبالتالي تاخد دو هتاخد دي لأنها مفرد مذكر. يبقى أميرة جو دو بيانو، بتعزف على البيانو. رقم 20، أنمي نقط ليكوفير سير لا تابل. ليكوفير اللي هي أدوات المائدة. المهم ده مش قصتنا، احنا عايزين معاها اون. نصرف اون مع مين بقى في الاربعه؟ تبقى الأولى يبقى اون مي الاولانيه، اون مي لو كوفير، نضع ادوات المائده سير لا طبل على المنضده او السفره او الترابيزه. كي يا دي جون
واخده بالك من كلمه دي اللي عندنا دي؟ يا اما نكره يا اما تجزئه، والنكره والتجزئه الاثنين بنستبدلهم بامرنا. طيب حته اسهل شويه، بص كده على الان ابوستروف، اكيد عايزه بعدها حرف متحرك، يعني اذا الاولى والاخيره مستبعدين. لا عندي اجريك وان، هتبقى اون لان الاجريك اصلا عايزه مكان او حاجه فيها حرف جر غير دو، ودي اصلا احنا قلنا اول ما نلاقي يا اما نكره او تجزئه او عدد او كميه ده بنستبدلها بالضمير الشخصي اون على طول. 22 دوما غدا ال نقط بارتير اني فير بور لا فرانس. الأخير تبقى ال فون بارتير لان الكلام ده في زمن المستقبل القريب. 23 ال بورت امبيل هو بيرتدي بلوفر بار سكيل نقط فروا لا فروا. جميل، لان ده اسمه تعبير عن اكسبريمي لا سونساسيون، التعبير عن الاحساس او الشعور، والتعبير عن الاحساس او الشعور بياخد فيرب افوار دائما. جميل احسنت، مين يكمل يا شباب؟ أنا من المتحدث؟ أكمل يا مسيو، أكمل يا مسيو. ماشي اتفضل يا حاج ابراهيم. سو فيلاج جو ابوستروف اي باسي مون انفانس، أجريك يبقى اجري. بروسيا تمام، لان الجمله هنا عايده على المكان، واللي عايد على المكان بنستبدله بالضمير الشخصي اجريك، لان انا لو كملت الجمله ديت هقول جي باسي مون انفانس، انا قضيت طفولتي، يا اما دون سو فيلاج يا اما اسو فيلاج. جونين با لي بونتالون نقط. أورانج ما تتغيرش، يبقى اورانج مفرد مذكر مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث، تمشي مع كله. 26 بريفيري فو لا بي تونغ. كوا بوركوا، دي اسهل جمله في الاختيارات. بوركوا بوركوا يا عندنا جمله كامله يبقى تاخد يا اما بوركوا يا اما اسك، لانك لو رتبت الجمله هتلاقي فو بريفيري فاعل وفعل، لا بي تونغ مفعول، يبقى بوركوا بريفيري فولا بيتون، لماذا تفضل لعبة الكرات الحديدية. لوبيس الأتوبيس إيه نقط رابيد، كلمة رابيد يعني سريع. هو لو ترا. في عندنا اتنين مستبعدين، كلمة أوتون ما بتجيش مع الصفات، كلمة موانكو الأخيرة وال مش هينفع موانكو طالما كلمة كو موجودة أصلا. طيب الأتوبيس بقى بالنسبة للقطار بيكون أقل سرعة ولا أكثر سرعة؟ يبقى موان رابيد اقل سرعه. بوريكتا يا ابراهيم. بسرعة تمام، مين تاني يا شباب؟ حل معاك يا مسيو ماشي اتفضل. رقم 28 ماشي يلا ايير مون فرير اي موا، اخي وانا، اون نقط الا ميزون توت لا جورني. اولا الاجابه هتكون من كلمه ايير امس، طالما عندك ايير الأخيرة ماضي دي مشتبعة. فاضل عندنا ايرستي وايرستي وايرستي، المساعد متصرف صح مع الثلاثة، ولكن مين الأصح فيهم؟ الأولى مفرد، الأولى مفرد، ده على الثالثة جمع، مؤنث فتح، والثالثة هي مؤنث، الأخيرة، يبقى الرابعة لأنها عايدة على جمع مذكر اللي هو الأخيرة هي اللي صح. تمام. أحسن الله إليك، فرير إي موا جمع مذكر، هي دي الإجابة. 29 عجبا سيتي ليف ماشي انا هذا هفهم السؤال التلميذ. ده، نعم السؤال اللي هو رقم 28 رقم مش 28 اون بتاخد تصريف ال تمام، تصريف ال اهو اللي هو او اس تي. طيب المساعد بقى عايد على مين؟ عايد على مون فرير اي موا، اخي وانا، يعني جمع مذكر، لان فرير ده مذكر فبالتالي الجمع هيبقى جمع مذكر اللي هي دي، تاخد اس. سيتي ليف نو بار لنقط اون كلاس. جامي جامي، عرفنا منين ان هي جامي؟ قلنا هنروح عند الني دي، هتخيل انها مش موجوده، وهقرا سيتي ليف هذا التلميذ بار جملة كاملة اون كلاس، تبقى الجمله كامله، يبقى اون كلاس اريان وتكون مثبتة أصلا
مش وبيان تبعها. وبتن لازم جملة ناقصة. إثبات يبقى جامي، يبقى مي. نو بارلي جامي اون كلاس. السؤال اللي بعده، حد يشتغل معنا الإيميل يا شباب؟ ما حد تكمشي. ماشي تفضل. بوكو دو جون ام لا كومباني، كثير من الناس يفضلون الريف. بوركوا ايمي فو الي الا كومباني؟ هنعدل شكل الجملة الأول من عندي مين؟ من أول نشوف بقى. يبقى جيم، وبعدين الي ا لا كومباني، نفس الجملة اللي عندي يا شباب زي ما قلت لكم ما ننساش، يبقى جيم الي الا كومباني، أنا بحب أروح الريف. هندور بقى بارسي الإجابة لكلمة بوركوا. بارسي يبقى بارسكو أو كار، لأن أو بور على حسب ما تحبه. دي تروفي لوكال. جميل، يبقى كار جو تروف، لأنني أجد لو كالم الهدوء. جميل، بارك الله فيك. طيب السؤال اللي بعده، كوم بريفيري فو اللي لا با، متى تفضلي الذهاب إلى هناك؟ يو بريفيري اللي ان اي ان اي ممتاز، تي أيوه كده بالظبط كده، يبقى جو بريفير، أعدل الأول الجملة وبعدين أكمل. جو بريفير اللي أنا أفضل أن أذهب، وممكن تبقي شطورة كده وتقولي جو بريفير إي اللي أنا أفضل اللي الذهاب إلى هناك، يبقى كده عملنا حتة حلوة أوي. جو بريفير إي اللي إمتى بقى؟ ان اي تي أون إيت دي في فصل الصيف. ممكن نقول إجابة تانية، أون فاكونس في الأجازة. ممكن نقول إجابة ثالثة، لو ويك إند، وهكذا على حسب ما إحنا عاوزين بقى. تمام، بارك الله فيك. طيب يبقى بيقول لي بوركوا فو زيمي الي الا كومباني، يبقى اقول جيم الي الا كومباني كار جي تروف لو كالم، لا بجد الهدوء هناك. كوم بريفيري فو الي لا با، يبقى جو بريفير الي لا با، او جو بريفير اي الي اونيتي او اون فاكونس. تمام احسنت. نروح للي بعده، وهو بيقول لي اكريفي سير ليز افونتاج دو لا في ا لا كومباني، اكتب عن مميزات الحياة في الريف. لا ناتير الطبيعة، اكتيفيتي الأنشطة. طيب هنروح بقى في الموضوع ده للموضوع بتاع الريف اللي احنا قلناه قبل كده ونشوفه مع بعض. هذا موضوع الريف يا شباب. جو باس مي فاكونس على كومباني، انا بقضي اجازتي في الريف. شي مي جرون بارون عند اجدادي. ils ont une grande ferme، لديهم مزرعه كبرى. il y a beaucoup d'animaux، فيها حيوانات كثيره. comme مثل les vaches les chevaux les moutons etc. là هناك. j'aime monter à cheval، donner à manger au lapin. لوتون اي بو، طقس جميل. دخلنا بقى على المميزات بتاعت الريف. لوتون اي بو، طقس جميل. افي اي كالم، الحياه هادئه. اون ساميوز لا بوكو، نحن نستمتع هناك كثيرا. يبقى ده موضوع خاص بالريف، في بقى مزايا الريف في قضاء الاجازه، في تدعو صديق ما الى قضاء الاجازه، كل الحاجات دي يجوز انها تكون موضوع عن الريف. ماشي يا شباب. بسم الله. vous demandez à votre ami ce qu'elle fait au gymnase. Qu'est-ce qu'elle dit؟ دي هتبقى نيميرو دي. ليه مش سي يا دكتورة؟ وخدنا دي. لأن التسكين مش بتتمارس في الجيمنازية، بتبقى على الجليد. تمام، لأن الرقم سي بيقول لي جوفي دوسكي، والكلام ده بيكون على مونتاني في الجبل. رقم 14، votre ami vous demande où vous faites les courses. Qu'est-ce que بي vous dites؟ يبقى نيميرو بي. Je
في لي كورس او سوبر مارشي، انا بتسوق في السوبر ماركت. 15 vous demandez à votre ami où elle va pour acheter du beurre. أين دي يذهب لكي يشتري دو بير؟ يعني كلمة بير. سم تمام، ده قسم ايه؟ الألبان يبقى برودوي ليتيه نيميرو دي. احسنت. السؤال اللي بعده، vous invitez votre ami à déjeuner. Qu'est-ce que vous dites? دي Numéro D. Je t'invite à déjeuner avec moi. يبقى أنا بدعو صديق ما لتناول الغداء، هقول له نيميرو دي. Vous décrivez à votre frère la baguette. أنت بتصفي لأخيك la baguette اللي هو العيش الفينو أو الفرنساوي. Qu'est-ce que vous dites؟ دي يبقى من اسمه. C'est une sorte de pain français. يبقى هو نوع من العيش أو الخبز الفرنسي. رقم 18. Vous demandez à votre ami pourquoi il porte un manteau. لماذا يرتدي بالطو؟ Qu'est-ce qu'il dit؟ Parce qu'il fait très froid. Parce qu'il fait très froid. Numéro B. جميل. أحسن الله إليك. نروح للسؤال بتاع القواعد يا شباب. مين يقول لنا الثلاث جمل؟ لا، عاوز يرفع ايده وانا هفتح له. ماشي، اتفضل. يلا يا دكتورة، مش كاتبة اسمها. ماشي يا سمي. ماشي، رقم 19 بيقول لي أشيت تي سوكادو. أكوف أولى هتكون تي. تمام، لأن فعل أشتي يعني يشتري، سوكادو هذه الهدية. لو احنا جينا نكمل الجملة هيبقى يشتري الهدية ديت لمن؟ أكي الأولانية أشتي سوكادو. 20 بور أتر أون بون سانتي، لكي أكون بصحة جيدة أو لكي تكون بصحة جيدة. بوا نقط بواسون. بكودو هتبقى بوكو دو، لأن الجملة ديت جملة كمية ودو بتكون ثابتة دائما. Je voudrais une glace نقط فاني. تعبير عن الطعم يا سمية، كنا بنقول معاه ايه؟ ألا لا، يبقى une glace à la vanille. جميل. من اول 22 يا سمية. Je n'ai pas ma voiture. Tu peux نقط emmener au travail. والجملة دي خلي بالك جملة استفهامية، في استفهام اهو. او ان الشخص السائل بيكون ايه دايما؟ غائب بيكون متكلم. يبقى هناخد مين؟ لا، اما ابوستروف. أبصر هقول له ممكن توصلني او ترافاي. يبقى جوني با ما فواتير تي بو ميميني او ترافاي، ممكن تقودني او توصلني الى الشغل. 23 نقط وازو اي تري جولي. كلمه وازو يعني عصفور. ست ايهم؟ الأولى الاولانيه، لان احنا قلنا قبل كده ان مقطع او ده اهو في نهايه اي كلمه، يبقى الكلمه دي مفرد مذكر. لو بروفيسور نو نقط لا ليسون. سبليكي ثانية الثانيه ممتازه. ليه؟ ليه ما خدناش الاولى ولا الثالثه؟ هي عايدة على لوبري في الصوت يبقى لو بروفيسور اللي هو الفاعل، يبقى لو بروفيسور نوز اكسبليك لا ليسون، الأستاذ يشرح لنا الدرس. 25 تيانو أت كايي، خلي بالك من اللي بعدها، كومو. الثالثة
التالتة، ممتاز. ايه السبب يا دكتورة؟ عندنا تيار فيرب افوار، وفيرب افوار ده بيعبر عن الكم، واللي بعده اسم، يبقى احنا هنقارن بالاسم، والمقارنة بالاسم دايما بيكون فيها دو. تمام. هناخد الأخت مريم البطاط. أيوة سلام يا ميسي، عليكم. من رقم 26 يا مريم. جودي ديرني الخميس الماضي، إل افيك اس نقط بوكو اون تريني. الأخيرة الأخيرة فعل ذو ضميرين، والأفعال ذو الضميرين بتاخد فيرب أترة على طول. ألمل نقط إيو، عندها ألم في العيون. وأفيك إكس. جميل. في المجمع بوركوا تي ني فيان نقط افيك نو ألا بلاج. با با، أحسنت. لو احنا قلنا هنتخيل انها من غير اني، يبقى تي فيان افيك نو ألا بلاج جملة كاملة، ريان وبيرسون هنستبعدهم، توجور اثبات، يبقى الاجابه نيميروسي. اير امس زوي اسم بنت، ايسا سير واختها نقط رونتري، ومن خلال رونتري ده هي كده هتعرفي الاجابه ايه. سون اشمعنى؟ عشان هي فعل رونتري من الافعال ال14، وانا قلت حتى لو احنا نسينا، طالما هو حاطط لي تبعية في نهاية الفعل، يبقى هو عاوز المساعد مين؟ المساعد أتر، يبقى سون رونتري، يبقى أي إيه؟ طالما في عندي تبعية هنا يا شباب، يبقى أصلا الحل يعتبر شبه مباشر، أهي تبقى سون، لأن في بعدها أو أس اللي هي التبعية. الإيميل، مين يحل معايا الإيميل يا شباب؟ ماشي يا سمية. الإيميل بيقول لي تي في توجور، أنت بتمارس أون في توجور لي كورس، بنتسوق دايما. كومبيان دو فوا فوز لي أو سوبر مارشي بار سيمين، كم مرة تذهب إلى السوبر ماركت أسبوعيا؟ جيبا او سوبر مارشي دو فوا بار سيمان. بارك الله فيك، رائع. يبقى هنبدأ بالفاعل والفعل، يبقى هقول جو في او سوبر مارشي وبعدين العدد اللي احنا هنجيبه مثلا يبقى دو، وممكن نكتبها بالأرقام عادي، دو فوا بار سيمين. تمام. السؤال الثاني، افيكي فوزي الي، مع من تذهبي؟ جيبا افيك مامير. جميل. جو اي في افيك ما مير. جميل يا فندم، احسنت. السؤال اللي بعده، اكريفي سير لي سبور كلاسيك كو فو براتيكي، اكتب عن الرياضات الكلاسيكية التي تمارسها. وخلي بالنا ان هنا سبور فيها اس وكلاسيك فيها اس، يعني اكتر من رياضه. وعايز لو نو دو سبور اسم الرياضه، وليليو الاماكن. تعالوا نفتكر كده مع بعض الموضوع ده اللي هو الحديث عن الرياضه. اول حاجه هقول جي سوي سبورتيف، انا شخص رياضي. جيم براتيكي، انا احب ان امارس، ونكتب بقى اسم رياضتين مثلا وبعدين نوزعهم. يبقى هقول مثلا جيم براتيكي لو فوتبول اي لو تنس، وبعدين اخد لو فوتبول لوحدها واقول لو فوتبول اي تاني سبور كوليكتيف، رياضه ايه؟ جماعيه. وبعدين احنا قلنا عندنا اللي مكتوب بالاحمر ده يمشي مع كل الرياضات. جو لو براتيك، انا امارسها لو ويك اند في الاجازه افيك ميزامي مع اصدقائي او كلوب في النادي. ونروح للرياضه الثانيه، هقول ايه لو تنس، والتنس اي تاني سبور انديفيديوال، هي رياضة مالها فردية. جولو براتيك، انا امارسها مثلا افيك مومبير مع ابي. بور براتيكي سي سبور، لكي امارس هذه الرياضة الفو يلزمني، وهكتب بقى مثلا دو راكيت مضربين اي ام بال.
طيب بور لو فوتبول بالنسبة لكرة القدم، الفو ام بالون للكرة الكبيرة، وايه كمان؟ مايو دو سبورت، تيشيرت رياضي، دي باسكت، وهكذا. الجملة الأخيرة بتمشي مع كله، اون في دو سبور، نحن نمارس الرياضة بور اتر اون فورم لكي نكون في اللياقة. يبقى اون في دو سبور بور اتر اون فورم سي سوبر، وهذا رائع. ماشي يا شباب، ها بنكرر الموضوعات كل مرة علشان أنا مش عاوز خطأ في كتابة الموضوعات. هنرجع بقى للامتحان بتاع الواجب، كام صفحة كام؟ كان صفحة كام يا راوية؟ صف 100 143 كان صفحة 143. يلا يا راوية كده مالينا الحل أيوة. بتاعي. يلا يا رب. الأولى أول حاجة بيقول لي سيبستيان راكونت، بيحكي لنا. هناخد الأولى الاختيار الأولاني، الأول تمام، بيحكي سي فاكونس. رقم 2 سيبستيان سوبرومين افيك، الأولى برضو معاك الأولاني من ولد عم افيك سي كوزان، تمام، سي دو كوزان. سيبستيان باس سي فاكونس، بيقضي اجازته. دي نيميرو دي دون زين فيرم بريدو لافيل. رقم 4 او فيلاج إلزون اشيتي دوبيان او دي ليك نيميرو دي دوبان اي دو لي. رقم 5 و6 سيبستيان في دو فيلو سي نيميرو سي افيك سي دو كوزان. سيبستيان ان بوكو نقط دو لا فيرم، لوكال لو كالم، الهدوء. جميل. الفقرة الثانية يا شباب صفحة 144، مين يقول؟ ناخد علي. يلا يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. أول واحدة يلا يا علي، رقم 7 بيقول لي سجن اكريف سي ميساج بار، هتبقى سامج هتبقى نيميرو سي، يبقى شيرشي دي كوريسبوندون. تمام نيميرو 8 كارولين انفير، هتبقى سبر هتبقى، لا مش سي، هتبقى انفير دو لا ناتاسيون. نيميرو بي بي نيميرو نيميرو نيف ساندرين في سي برومينات افيك دي بي افيك سون شيان. نيميرو دي نيميرو دي لويك اند ساندرين. بي نيميرو بي مونت اشوفال. نيميرو بي نيميرو اونز بول دي تيست، هتبقى لو الأولى سبور دي تيست، لو سبور نيميرو سي. نيميرو دوز نقط ادور جوي سور لورديناتير. دي الأولى الاختيار الاول بول دي تيست جوي سير لورديناتير. ناخد المواقف. حبان مين يا شباب؟ محمد مسعد. يلا يا محمد. الله يعطيك العافية
محمد. محمد مش معانا. سمين، يلا يا سمين. رقم 13 يا سمين. أنا مي فودي موند سوكيل فو بورفير دو تينيس، ماذا يلزمنا لكي نمارس التنس؟ نيميرو أ نيميرو أ دو راكيت إي إيم بال. فو ديتستي لي زاليمون سكري، المنتجات السكرية. فو ديت سي جو نيم بال لو ديسير نيميرو سي. فوتر أمي فو ديموند أو أون بو أشيتي دو لا فيوند. سي نيميرو سي ألا بوشيري. جميل، أحسنت. الثلاثة اللي بعدهم يا سمية. فونت با اون فورم. فوديت سي هتكون نيميرو سي جو سوي فاتيجي. لو ميدسان فو ديموند سوكو فو زافي، طبيب يسألك عما بك، كاسكو فوديت. او نيميرو أ جي مال أودو. 18 فو دي موندي افوتر امي بوركوا ال نيم با روغاردي لي ماتش ال دي او سا نومي دي ريان، ليست من هواياتي او لا احبها. جميل، بارك الله فيك. طيب السؤال اللي بعده يا شباب، سؤال القواعد، من يجيب؟ ناخد سعد، يلا يا سعد. ألو اون فرانس اون براتيك، في فرنسا. اون براتيك نمارس ايه سعد؟ نقط ركبي ألو لو ركبي. ألو تمام. 20 فوبوفي الي اوليسي اون بيس، هل يمكنك الذهاب الى المدرسه بالاوتوبيس؟ اللي بي جو دو نقط الي اون بيس، أجريك يبقى ايه الي اجريك. جميل. 21 نقط اي دي تي بريفير، كده المؤنث يبقى كال اي دي تي بريفير. ليكيتاسيون سي نقط، كوا سي كوا ليكيتاسيون سي كوا، الفروسية ما هي؟ تي سور توجور افيك تا سير، طبعا هنا اول ما تلاقي كلمة توجور جميل تقول، يبقى هتقول لي جامي. بارك الله فيك يا حاج سعد. حد عنده سؤال في دول يا شباب؟ طبعا ده امتحان ثانوية عامة وكان واجب كما نعلم. حد غير سعد يكمل المواقف من أول 24؟ آيفون 12 برو ماكس اللي احنا مش عارفين هو اسمه ايه، يرد. ايفون 12 مش بيرد. طيب قولي يا مريم، ناخد مريم. ايوه يا مسيو معاك ماشي اتفضلي. جو في اشيتي نقط بان الخبز، دو يبقى دي مفرد مذكر. رقم 25 الفا نقط بوست سوماتا. ناخد ايه يا مريم في كلمة بوست؟ مريم اقفل عندها. ايمان، يلا يا ايمان، ألو تبقى لا بوست. 26 دوني نقط لوليفر، مو دوني موا لوليفر.
لان احنا ده ايه، امر، والشخص الامر او السائل هو المتحدث. المتحدث. ميكو باندورم je ne peux pas نقط تليفوني لوي ميكو بان، بصي كويس اخرها اس، لير لير يبقى لير. ميكو باندورم je ne peux pas لير تليفوني. تي انكور سواف، هل ما زلت عطشانا؟ بلي يبقى نو جو ني بلي. جميل، جو ني بلي سواف. اير، امس، نو نقط او سينيما. ألون أمي نو صام زالي يا دكتورة. اير، امس، وطالما عندك امس بنستبعد المصرف وبنستبعد المصدر وهناخد مين؟ المساعد واسم المفعول. يبقى نو صام اللي ذهبنا او سينيما. ماشي تمام، أطلع تمام، لا بأس. نذهب الى الجزء المقالي. بيقول لي votre lycée est loin de la maison. Quel moyen de transport vous utilisez؟ أي وسيلة مواصلات تستخدمون؟ مين يحل معايا هذا الكلام يا شباب؟ بقيت المجموعة نامت ولا إيه؟ كمل أنا. طيب ماشي كملي اتفضلي. جو الله يقولي سي أمبيس يبقى جو اللي ولا جو في؟ جو في الله لا جو في جو في جو تمام، في يبقى جو في اوليسي، وبعدين الوسيلة اومبيس. جميل، بوركوا، لماذا؟ بار، واحنا خدنا بقى الحاجات اللي احنا بور عايزينها. اكل وندو لا ميزون كار، عايزين سبب إيجابي يا دكتورة. كار سي رابيد مثلا، سريع. ايه كمان؟ طب واحنا سي موان شير، لأنه رخيص رخيص، وهكذا. السؤال اللي بعده. طب ليه ما نقولش مثلا بيت بعيد يا مشي تمام، الله ينور عليك. يبقى ينفع نقول كار، لأن جابيت، أنا أسكن، أحسنت، الإجابة جميلة كمان. كار جابيت لوان دي ليسي، لأن أنا ساكن بعيد عن المدرسة. مظبوط، بارك الله فيك. السؤال اللي بعده. Vous avez participé à la préparation de la fête de l'école. شاركت في إعداد حفل de l'école في المدرسة. Écrivez ce que vous avez fait pendant la fête. احكي ما فعلته أثناء الحفل. هنقول إيه في الكلام ده يا شباب؟ هناخد الجملتين نتكلم بقى عن بتوع الواجبات اللي احنا عملناها اللي احنا اكلناها في الحفلة هنبدأ الأول ويبقى هناخد الأول من رأس السؤال المقدم. يبقى هقول مثلا إيير، امبارح، مون إيكول، مدرستي، بريباري إن فات، حضرت حفلة أو عملت حفلة، ونحط نقطة. تول موند بارتيسيبي ألا فات، كل الناس شاركوا في الحفل. مش عايز اكتب تول موند، اكتب توس لي دي ليف، كل التلاميذ. اون بارتيسيبي الا بريباراسيون دو لا فيت، شاركوا في اعداد الحفل. اليا بوكو دانفيتي، كان في كثير من المدعوين. طيب نعمل ايه بقى؟ مثلا جي بريباري، او جي انستالي لا ميوزيك، انا شغلت الموسيقى. مونامي علي، صاحبي علي، ديكوري لا صال، ديكوري اللي هي كلمة ديكوراسيون اللي احنا شايفينها ده، الزخرفة، زخرفة القاعة، اديكوري لا صال. شايفين كلمة ديكوراسيون يا شباب؟ ليه دي؟ يبقى عايز كلمة ديكور، اديكوري لا صال يعني زخرف أو زين القاعة. طيب تول موند ايتي كونتون، وكل الناس كانوا مبسوطين أو سعداء. بس هو ده الإعداد بتاع الحفل اللي احنا شاركنا فيه.